sauver. C'est notre mission primordiale, c'est de sensibiliser les gens sur le rôle du forêt, notamment sur le 7 septembre changement climatique. On a tout un programme spécial pour la sensibilisation des riverains, de la population. Sur les plans environnemental, économique et social. En attendant la spéciale Cannes, à partir de 12h15, on va brièvement parler de sport, de football, principalement avec Anne. Bonjour Sia. Alors d'abord, ces quarts de finale de la Cannes des jeunes gens. Absolument, Sia. Après 3 jours de repos, la compétition reprend avec les 2 premiers quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À 18h, on aura Angola, Nigeria, c'est la première fois que les deux sélections. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان المشجعين وقوات المشجعات، كما كتعرفوا كان مقررا تنظيم قافلة اليوم إلى مدينة بوعرفة، لكن تم منعها السلطات المحلية. Il s'agit de l'USSOUF qui accueillera l'étoile sportive de Benaclou. Ça sera à partir de 14h30. Sur cette rencontre, on va écouter l'autre.
Cette compétition avec un match nul face à l'Algérie qui était pourtant en favorite, un but partout. Après l'enchaînement d'une victoire face à la Mauritanie 3-2, et puis une belle victoire face à un autre favori de Burkina Faso 2-0. Et en 8e de finale, l'Angola qui l'a emporté 3-2. Alors que le Nigeria est sorti du groupe A à la 2e place. Après la Guinée équatoriale, après ce match, un but partout justement face à la Guinée équatoriale, puis une victoire face au pays organisateur, 1-0, une autre victoire poussive face à la Guinée-Bissau, 1-0, et au 8e de finale, le Nigeria écarte le Cameroun, et le Nigeria donc qui veut aller le plus loin possible sur ce match. On va écouter son entraîneur, José Becerro, le Portugais. Pour lui, il faudrait être efficace le ballon. You need to play against one team. Beep, beep.
سي سهول سي سي غادي جاي السلطات الأمنية تضع حاجزا لمنع هذه المسيرة. حاجز ديال السلطات الأمنية
متحملين فيه حنا المسؤوليه كتنسيقيه. حنا جينا هنا باش نسجلوا بانه منعونا باش نفوتوا، واخا كانت عندنا لقاء مع السيد العميل. حنا اصرينا على انه تكون عندنا نديروا قافله مصاحبه للمحاورين تاع السيد العميل، ولكن البارح تقريبا اليوم كامل وحنا في مفاوضات على انه باش نفصلوا ما بين المحاورين والقافله، ولكن كان عندنا اصرار على انه الا غادي نمشيو عند السيد العميل اصرينا باش نمشيو في اطار قافله. ولكن في الاخير حتى اواخر تقريبا راه 9 الليل البارح باش ما وصلناش لاتفاق، وبالتالي تم منع القافله برمتها باش ما غاديش تفوت. وحنا جينا الان هنا ماشي جينا باش نختارقوا، ماشي جينا هنا باش نختارقوا البراج بقدر ما بغينا كذلك هذاك المنع اللي عطاوه لنا على محضر، بغينا نسجلوه هنا امام في الواقع وامام الانظار نتاع الصحافه المحليه. وعندكم شي شعارات ديروهم، ديروهم نسجلوا هذا المنع هذا ان شاء الله ونصرفوا في حالنا صافي. صارك الله صارك الله، اللي بغى يبقى هنا يبقى هنا. انا غير واحد القضيه اسمعتوا الله يخليكم، سمعتوا الله يخليكم محمد، لا سمعتوا الله يخليكم، راه اللي دار شي فوضى حنا دوك كنتحملوا المسؤوليه ديالنا ما بغينا شريك اللي ما بغينا شريك اللي ما بغينا اجينا وحتى جينا الصمت.
بلادنا نحتجوا في نبغينا جامي تروطار كما كيقولوا فقط اليوم نسجل على انه على ارض الواقع مولي على من المرور وكيبقى ان الكره بيد الجهات التي تريد ان تحلحل الوضع وكنشكروا كل اصحاب السيارات اللي تعبؤوا بكل ما لديهم من امكانيات باش ينجحوا هذه القافله وحنا جينا وحنا عارفين باننا كنا قد منعنا من قبل ان شاء الله كاين قافلات ان شاء الله اللي غادي تجي باتجاه المعاكس غادي تجي من الرباط تجي من فاس تجي من مجده سنستقبلوها وهذه ستكون خير دليل على انه أمور لن تقف هنا إن شاء الله وإحنا مصرون على أننا سنسقط هذه الشركة إن شاء الله وما نعطيوهاش فرصة باش تلتحق في جيك والأيام إن شاء الله ستأتي بالجديد ونحن دائما معكم والساكنة متعبئة ومتحمسة باش إن شاء الله نوصلوا كاملين للهدف ديالنا يلا وموعدنا عشية الجمعة إن شاء الله 4:30 يلا السلام عليكم يلا ملاقات إن شاء الله نجيبوا البيطون نجيبوا الكاميونات شحنا الشغل ديالنا في هاد الحاج ما باغيين هاد الشيء خصني ياش مبو خصني واش ستيل مبو
أقوال صافي صافي يلا 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 واش ريح شوية بعد اصبر يلا باش يسمعوك انت هو باش يسمعوك يلا باش يسمعوك يلا روح روح العدافة حيث لا تريد إذا ما حتى تمشي معي أريد ما حتى تتاوض مريض مرة أخرى ما يحدث الآن هنا بمدينة شجيج هو لو كان مقررا تنظيم مسيرة إلى مدينة بوعرفة مساندة لأعضاء اللجنة التي كانت ستعقد لقاء مع السيد عامل الإقليم كانت قد تم استدعاؤه لهذا الاجتماع لكن السلطات الأمنية قررت منع هذه المسيرة وبذلك يتم أيضا رفض هذا اللقاء من طرف اللجنة التي كانت ستعقده مع سيد عامل وإن شاء الله
في حق مدينة شيجيج. القرار الذي اتخذه المكتب المسير هو تفويت الماء ساحل الشركة الشرطة للتوزيع، وهذا القرار ترفضه الساكنات جملة وتفصيلا. كانت في جيش المرابطة على الحدود، كما لا يخفى على الجميع هذه المنطقة المهمشة، هذه المنطقة التي تعاني في جميع المجالات وغادي يزيد عليها باغي نفوت الماء الشركة وتزيد تكفش على فيديك. يعني القافلة الآن كتدير واحد الجولة هنا في المدينة ما تم منعها، كدير هنا واحد الجولة باش تتعبر ايضا على الرفض ديالها، وكتمدد بهذا القرار اللي خذته السلطات ديال المنع. والاحتجاج حق مشروع وارد في الدستور، يعني تحتج على المطالب ديال الساكنه